ووسط حضور جماهيري كبير وشخصيات مهمة بملعب فرانسو حريري في أربيل، أحيا البابا فرانسيس أكبر قداس له بالعربية والكردية والسريانية. نتابع. في هذه الأيام التي أمضيتها بينكم سمعت أصوات ألم وحسرة، ولكن سمعت أيضا أصواتا فيها رجاء وعزاء. سلام سلام سلام، شكرا لله معكم. الآن اقتربت لحظة العودة إلى روما، لكن العراق سيبقى دائما معي وفي قلبي.